من العاصمة الأردنية عمان مراسلة القاهرة الإخبارية آية السيد. آية، طبعا في البداية أهلا بك، لو تطلعينا على أهم ما جاء في هذا الاجتماع الذي وصف بأنه اجتماع هام. نعم، تحياتي داليا. هو فعلا اجتماع هام خاصة في هذا التوقيت، خاصة بأن الأردن يعني يحاول إعادة منظومة الاستقرار على حدوده بعد العديد من الهجرات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وأيضا في السنوات الماضية. يعني بالأمس كان هناك تصريحات لرئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو، أكد بأنه لابد من أن يكون هناك دعم للأردن، ليس فقط للحفاظ على أمنه واستقراره، ولكن أيضا كدولة تستضيف العديد من اللاجئين من عدة دول. بالأمس يعني تم الحديث عن عدة نطاقات، أبرزها كان ما يتعرض له الأردن على حدوده من هجمات، إن كان بتهريب المخدرات أو إن كان ما يهدد ويزعزع الأمن الداخلي. كما تعلمين قبل عدة شهور تطور المشهد يعني عمليات التهريب والتسلل، وكان هناك طائرات مسيرة أحدها كانت تحمل يعني مواد شديدة الانفجار TNT. بالتالي الأردن يعني يتأهب دائما من أجل يعني التصدي لأي هجمات خارجية تهدد الحدود. تصريحات يعني رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو تبين بأنه يجب أن يكون هناك دعم للأردن، خاصة بأن الأردن يعني شارك في العديد من التحالفات الدولية التي كانت تقضي على يعني الجماعات الإرهابية والمتطرفة، منها داعش يعني في العام 2014 و2017 وأيضا 2018 كان الأردن يشارك في الجيش الأردني للتصدي لهجمات داعش للدول المجاورة، وكانت يعني تبدأ هذه الهجمات أو يعني يكون الانطلاق من الأردن. إلى جانب ذلك أيضا داليا تم الحديث عن اللجوء السوري بالأخص، وأن الأردن فعلا كما تعلمين قبل عدة أيام أو عدة أسابيع كان هناك تصريحات للملك عبد الله الثاني حول عدم استطاعة الأردن لتحمل أعباء أكثر للاجئين. بالأمس كانت تصريحات يعني رئيس يعني اللجنة العسكرية لحلف الناتو بأنه يجب أن يكون هناك دعم للأردن من أجل يعني تقديم الخدمات كافة للاجئين، خاصة نعم. بأنه هذه يعني كلها كما نلاحظ يعني خلال الأشهر الماضية تراجعت الخدمات شديدة ربما الصعوبة وشائكة بشكل كبير. أنت تتحدثين ربما صحيح. عن أنه سيتم تقديم الدعم للأردن، طبيعة هذا الدعم ما هو شكله وكيف سيترجم على الأرض؟ هناك شراكات استراتيجية ما بين الأردن وحلف الناتو تمتد لـ30 عام. يعني بين رئيس اللجنة العسكرية بالأمس ورئيس هيئة الأركان المشتركة بأن يعني من خلال حلف الناتو من الممكن أن يكون هناك دعم أوروبي وأيضا دعم من الاتحاد عفوا من يعني حلف الناتو من أجل حماية في المقام الأول الاستقرار داخل البلاد وأيضا تقديم الدعم المالي للاجئين. الأردن بحاجة اليوم إلى دعم دولي وبالأخص من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة التي تعهدت بأن يكون هناك مساعدات دائمة لما يمر به من يعني أوضاع اقتصادية صعبة وأيضا زعزعة للأمن بسبب ما يتم على الحدود إن كانت الجنوبية أو الشرقية. فبالتالي يعني من خلال هذه التصريحات يبين يعني رئيس اللجنة العسكرية بأن الدعم قادم إلى الأردن، سيكون هناك نعم تأكيد على دول الأردن يعني في يعني مكافحة الإرهاب وأيضا دعم اللاجئين. نعم، أنا بشكرك آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان على كل هذه المعلومات التي تقدمت بها.